ولمزيد من المتابعة من القاهرة ينضم إلينا العميد جميل المعمري الخبير العسكري اليمني. يعني لطالما كانت هناك انتقادات كبيرة على المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن من قبل الحكومة الشرعية، خصوصا في ظل المؤتمر جنيف الذي فشل مع تسريب هذه الوثيقة. هل انكشفت لدى الحكومة الشرعية خيوط جديدة فيما يتعلق بتعامل الأمم المتحدة مع ميليشيا الحوثي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالنسبة للاتفاقية والوثيقة التي سربت هي وقعتها لزجراندي عندما قبل حوالي أسبوع مع ميليشيات الحوثي، والتي كانت من خلالها تسعى إلى، أنا أعتقد في نظري أن هذه أولا العملية هي كانت فتح طريق للحوثيين عندما شعروا أن الحوثيين سيتم محاصرتهم وإخراجهم من داخل مدينة الحديدة، ولذلك كانت هذه الخطوة كخطوة استباقية لتمرير أي مساعدات للحوثيين سواء عسكرية أو غيره. ونعلم جيدا أنه خلال الفترة الماضية أو السنوات الماضية كانت تهرب أسلحة عبر طائرات اليو إن إلى مطار صنعاء، وأغلب الشعب اليمني يعي جيدا، وكانت هناك مساعدات تصل عبر للحوثيين عبر هذه الطائرات التابعة للأمم المتحدة. هناك أيضا تساهل كبير من قبل مفوض يعني طيب، موظفي الأمم هناك المتحدة سؤال بالذات في بديهي صنعاء ومهم تقرير سعادة العميد، الخبراء يعني الذي أي... ما الذي يجبر نعم الأمم المتحدة أن توقع وثيقة بهذا الشكل التي سربت مع الحوثيين؟ طبعا بالنسبة لي هي التي وقعت الاتفاقية هي منسقة الشؤون الإنسانية في صنعاء، ومعروف بتواطئها مع الحوثيين بشكل كبير خلال الفترة الماضية، لكن اليوم هناك تصريحات عبر الأمم المتحدة تنفي صلتها بهذه الوثيقة وعدم اعترافها بما تم التوقيع عليه، وأن الأمم المتحدة لن تعترف إلا بالحكومة الشرعية، وهذا صدر اليوم التصريح من قبل الأمم المتحدة. ولذلك نحن لا نعول على مثل هذه الأمور، يجب على الأمم المتحدة أن تعي أن هناك موظفي بدأوا يتلقون رشاوي ويتورطون في قضايا فساد كبيرة، واتضح ذلك من خلال المبعوثين السابقين للأمم المتحدة، وما يدور اليوم أيضا من قبل المبعوث الأممي مارتن جريفيث الذي بدأ نلاحظ انحيازه الكبير لتلك طيب، الميليشيات رغم تعنتها ورغم محاولة إفشالها لذلك المبعوث لعدة مرات، سيد إلا جميل، أننا يعني نلاحظ ما زال الأمم المتحدة قالت أنها ملتزمة نعم بالقرارات الدولية ولا تعترف إلا بالحكومة الشرعية في اليمن. يعني هل هناك مشروع اتفاق جديد ربما يفتح طاولة الحوار مجددا بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي مرتقب خلال الأشهر القادمة؟ أعتقد أنا خلال تصريحات سابقة وفي قنوات عديدة قلت لا يمكن لأي مفاوضات أن تتم خلال الفترة القادمة إن لم يتم إسقاط مدينة الحديدة عسكريا وإخضاع تلك الميليشيات بالقوة العسكرية. هذه الميليشيات لا تعي إلا لغة العصا أو لغة القوة. طبعا استمرارها الآن وضغط الأممي على القوات الشرعية وقوات التحالف بعدم اقتحام مدينة الحديدة، هذا تستغله تلك الميليشيات بشكل كبير، وتعي جيدا أن الوضع الإنساني التي تحاول التمترس خلفه هو الذي يدافع عن تلك المدينة وتحاول الترويج له بشكل كبير، ولذلك أعتقد أنها لن تخضع لأي مفاوضات إن لم يتم إسقاط مدينة الحديدة عسكريا، ومن ثم ستكون هناك مفاوضات مجدية، غير ذلك لن تكون أي جدوى لأي مفاوضات اتضحت قادمة. الرؤية العميد جميل المعمر الخبير العسكري اليمني، شكرا جزيلا.